ايش عمرك يا لارا؟ 13 سنة. ايش صار معك يا لارا بالضبط؟ لقيت احنا خلصنا ننظف الدار، بعدين ضرب صاروخ قريب، وكان ابن درك حال ابن الجيران ماكل هواية في رجله ووجهه هيك كله عشان مغابة. وإما كنا انزلت إما قالت له روح يما اطلع فوق، هذا كله عشان تروح له. إما قالت له روح يما اطلع فوق هنا قد إجي. طلعنا فوق، أخويا محمد بده يتفرج على الشبابيك، أخويا الكبير قال له تعال يا أخويا خليك وقعد عشان الصواريخ. الأول قاعد بعدين قصف الصاروخ والدار كلها هيك محجرة، وكان كان أنا رجلي تحت الحجارة، هذه رجلي فيها حجارة، كان في خشبة كبيرة بتزحلق. أختي الكبيرة طلعت دغري، بعدين أخويا الصغير اسمه وسيم أخويا، وسيم أخويا كان هيك الحيطة مايلة عليه بدهنونة تيجي عليه، قاعد يقول لي أمانة يا أختي تعال ساعديني أمانة يا أختي.